الناحيه الثانيه، ومعلش هطلب منك ايه ان احنا نتكلم فيها بصراحه شويتين ثلاثه، هل هناك اختلاف في الاولويات لمجلس الاداره في الوضع الراهن عما سبق؟ يعني تاجيل ملف فتح القيد او دفع عقوبات القيد لحين دفع مستحقات اللعيبه، فبقى في اولويه اولى بالنسبه لي افتح ادفع المستحقات اللي عليا وبعدين نشوف موضوع القيد، ولا انا شغال في ده وشغال في ده؟ كله شغال بالتوازي. يعني انا بس عايز ارد على يعني موقف يمكن صار الفتره اللي فاتت، فكره ان مطلوب من المجلس او من الاداره ان هي تعلن اول باول تفاصيل او تطورات الموقف في ملف القيد، ده شيء غير منطقي على الاطلاق. مش طبيعي ان انا اكون في اي مفاوضات، ده انت لو رايح بتشتري حاجه لنفسك مش طبيعي ان انت تقول للناس انا اتفقت على كذا انا هعمل كذا. ده مش منطقي. المنطقي في المفاوضات ان انا لما يبقى في نتيجه مفيش حاجه تستخبى، يا جماعه تم كذا حصل كذا. فملف القيد لا كله شغال في وقت واحد. مستحقات اللعيبه باذن الله كلها برضو يعني نوصل لمرحله اللي هي يبقى خلاص كله اخذ مستحقاته، دي طبعا اولويه اولى. اللعيبه صراحه عاملين اللي عليهم وزياده، فكله شغال بالتوازي. طيب في موقف جديد او اي حاجه من قبيل المتابعه فيما يتعلق بسبورتنج لشبونه ولا لا؟ شغالين في مفاوضات لا تتوقف وباذن الله. يعني انا دايما بقولها، الملف ده تحديدا زي ما هو بيهم الجمهور بيهم المجلس واضح. طيب فيما يتعلق بالثلاثي، كابتن معتمد جمال في المؤتمر الصحفي قال انه فتوح وصبحي والزناري انتهى ايقافهم واصبح الامر الان في يد مجلس الاداره، متى يقرر مجلس اداره نادي الزمالك مصيرهم؟ وهل القرار بتاع العرض للبيع ما زال مستمر ولا قد يكون هناك تحرك اخر بتجديد تعاقد لهؤلاء اللاعبين؟ المجلس يعني نفس اللي اتقال في قرارات هو اللي هيتنفذ. اللعيبه باذن الله تقريبا ايقافهم يقف بكره او يخلص النهارده او بكره مش فاكر تحديدا. ماشي. باذن الله موجودين في التدريبات يوم الاثنين، لكن اشتراكهم في المباريات ده امر فني حدده الجهاز الفني. يبقى ده امر فني مش امر المجلس الاداره، يعني خلاص العقوبه الاداره اصدر قرار بالعقوبه والعقوبه خلاص تنتهي، اتفضلوا ينزلوا التدريبات فورا. واشراكهم في المباريات متروك لكابتن معتمد جمال وللجهاز الفني. طيب في اي حاجه زي ما بنسمع كده انه فتوح حصلت قاعده مع مجلس الاداره ولا الكلام ده غير صحيح؟ والله المواقع بتقول كل حاجه بشكل يعني 99%. انا عارف يعني انت جاي من حته تانية لقيت موضوع غريب. انا عارف. لا لا والله حاجه صعبه قوي، ربنا يكون في عونك. بس انت شفت الموضوع صعب عندنا ازاي ولا لا؟ جدا ربنا يكون في عونكم بجد. طيب ربنا يخليك. لا هو كل يعني 99% مما يذكر من اخبار عن تعاقدات عن اعادات عن مفاوضات كلها من وحي خيال المؤلف. ايوه مفيش الكلام ده. لما يبقى فيه والله هنقول فورا. طيب فيما يتعلق بقى باللعيبه اللي عقودها بتنتهي، يعني مثلا زي شيكابالا زي عواد زي اوباما زي محمود علاء، هل هناك نيه من مجلس الاداره انه يقعد معاهم خلال الفتره اللي جايه لا سيما ان احنا بنتكلم على فتره التوقف، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ لا الملف ده تحديدا مع كابتن حسين لبيب شخصيا ومع كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد ومتابعينه باهتمام شديد طبعا، لان اللعيبه دي هي اعمده الفريق وليهم طبعا يعني اهميه خاصه.